تغيرت قيمة الهوية السورية في السنوات الماضية، لم تعد بطاقة تعريف فحسب، بل تجاوزت الموضوع لتصبح أهم من حاملها، خاصة عند سماع جملة لم الهواوي. يلاحقك هم حمل الهوية السورية حتى في مهجرك، وأنت تتابع عن بعد قرارات وتصريحات لا تدري كيف تتعامل معها. وزير داخلية النظام عبر وكالة سبوتنيك الروسية أكد أن وزارته تعمل حالياً على مشروع تغيير البطاقات الشخصية للسوريين لتكون غير قابلة للتزوير، كما سيتم تغيير بطاقات السوق والسلاح عبر أتمتتها. وأفاد محمد الشعار بأن هناك نية بأن تصبح جوازات السفر إلكترونية، يستطيع المواطن استخراجها من منزله، حتى المخالفات ستكون مؤتمتة ليتم تسديدها بذات الطريقة. تم الترويج سابقاً لنية نظام تغيير الهويات بغية خدمة مشروعه في التغيير الديموغرافي، ومنح الهويات لموالين له من جنسيات أخرى تسهل حركتهم وتملكهم في البلاد. لم يحدد النظام الطريقة التي سيتبعها في تغيير البطاقات أو الزمان المقرر لهذه الخطوة، ولكن إلى حينها يبقى السوري محتجزاً بين انتمائه وحنينه وبين نظام يشرع القوانين ويسنها على أحلام هذا المواطن